السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في موضوعنا عن الهيلمنثس، وهو أول نوع اللي كانت التريماتودا. بنكمل في النوع الثالث اللي هي الانتستينال فلوكس. احنا تذكروا لما قسمناها قلنا بأنه التريماتودا تقسم إلى صنفين، صنف اللي هي تيشو فلوكس وبلاد فلوكس. طب احنا تعرفنا للبلاد فلوكس والتيشو فلوكس، أخذنا أول نوع منها اللي هو ليفر فلوكس تعرفنا لهم. هلا بدنا ناخذ الانتستينال فلوكس. أوكي، طيب هلا الانتستينال، أوكي هلا الانتستينال فلوكس عندنا ثلاث أنواع منها. أوكي، اللي هي الفاشيولا لابسز باسكي. طبعا احنا مر معنا في الليفر فلوكس اللي هي فاشولا هيباتيكا، لكن هاي الفاشولا لابسز باسكي. وعندنا والنوع الثالث منها اللي هي الاكاينوستوما، سوري النوع الثاني اللي هي الاكاينوستوما، والنوع الثالث اللي هو الهيتيروفيس. هيتيروفيس تمام، هدول الثلاث انواع. نبلش في اول نوع اللي هي عندنا اللي هي الفاشولا لابسز باسكي. الآن بدنا نتعرف على اللايف سايكل لإلها. تمام، طيب كالعادة رح نبلش في القصة، ورح يكون بطل قصتنا في التريماتودا بالذات هو الإنسان. طيب إجا إنسان قضى حاجته بطريقة غير صحية. أوكي، انتقل من هذا الإنسان إشي من سمي سوري انتقل الآن خرج مع الفيسس. إيش خرج مع الفيسس؟ خرج إشي من سميه الانيمبريونيتد إكس. ركزوا على كلمة الـ unembryonated، مش embryonated، unembryonated eggs. طيب انتقلت معه. طيب الـ unembryonated eggs بعد ما انتقلت من الفيسس، تمام، اتحولت لـ embryonated eggs داخل الووتر، وداخل الووتر ايضا تحولت الى ميراسيديا. تمام، داخل الووتر تحولت اول اشي الى امبريونيتد اكس، بعدين تحولت الى ميراسيديا. الميراسيديا اخترقت جسم السنيل، اذا الميراسيديا هي اللي اخترقت جسم السنيل، وتحولت داخل انسجة السنيل الى سبوروسيست راديا سيركاريا. هلا الان السركاريا خرجت من السنيل، والسركاريا تحولت الى ميتا سركاريا اون ذا ووتر بلانت، واجيت انا اكلت هاي النباتات انجستد باي ذا هيومن اور ذا بيجز، وسبب لي الانفكشن. وبهيك بتكون خلصت حكايتنا. ايش بهمنا؟ بهمنا الانفكتيف ستيج اللي هي ايش؟ الميتا سركاريا. الديفينيت دايجنوستيك ستيج اللي هي الايجز، والانترميديت هوست اللي هو السنيل، والديفينيتيف هوست هو كان الهيومن او ممكن نحط الماملز. تمام، طيب الآن بدنا ناخذ نشوف. طيب هلا الفاشولا لبسس باسكي الهابيتات إلها وين هي بالضبط بتعيش؟ بتعيش في التجويف تبع السمول انتستين. أوكي، طيب يعني هم كاتبين مصطلح هيك عريض انتستينال فلوكس. طيب ما احنا في عنا لارج وفي عنا سمول، فهو بيحكوا لك انه هي بتعيش في التجويف تبع السمول انتستين. السيمتوم لإلها اكيد انا عندي طفيل عايش جوا الانتستين، فبالتالي ايش رح يكون؟ رح يكون عندنا ابدومينال بين، رح يكون في عندنا ايش؟ كرونيك دياريا، رح يكون عندنا انيميا، نيزيا، اديما. تمام، ممكن يصير في عندنا كمان اسايتس. طبعا الاسايتس اللي هو تجمع السوائل حول البطن. طبعا هذا المصطلح سبحان الله، دائما الذكريات الجميله بتضل مع الانسان والذكريات السيئه كمان بتضل معه. هذا المصطلح الاسايتس بتذكر كنا احنا لسه هيك سنافر جداد على الموضوع. تمام، فاجتنا هيك معلمه كانت مفلسفه شوي، بدها تبين لنا ان طلاب الدبلوم ما بيفهموا. فوقتها سالتنا وهي عارفه انه احنا جداد على يعني لسه فصل اول وجداد، يعني فهمتوا كيف؟ فوقتها سالتنا عن هذا المصطلح الاسايتس وما حدا جاوب، فهي بالتالي صارت بلشت انه طلاب الدبلوم كيف مصطلح مثل هيك، انتم ما بتعرفوه كذا. فاحنا انا بوقتها كثير تاثرت. تمام، بس بعدين بطلت تفرق معي نهائيا، يعني صرت اسمع الذم وارميه وراي. تمام، الا اذا كان نقد بناء، بس هذا مش نقد بناء، هذا تحطيم للنفس. تمام، فعشان هيك بدي احكي لكم انه بمسير تعليمكم انتم كطلاب دبلوم رح تتعرضوا لكثير انتقادات.
حتى مش انتقادات، انتقادات هادمة مش انتقادات بناءة، أوكي؟ فبالتالي أنتوا كل اللي عليكم إنكم تسمعوا الإشي وترموه ورا ظهركم، تمام؟ لأنه بالنهاية فإحنا لازم هدول الناس بالذات ما نسمع لهم نهائيا، تمام؟ ونكمل في حياتنا زي كأننا ما سمعنا إشي نهائيا بالذات من هدول الناس. فصدقا الذكريات المنيحة بتضل موجودة والذكريات السيئة كمان بتضل موجودة، فعشان هيك أنتوا دايما كونوا لكم هيك ذكرى حلوة مع الناس، تمام؟ طيب هلا الانتستينال، طبعا عندنا اول اشي هاي بالنسبه للسيمتوم. طيب هلا بالنسبه للانتستينال ميوكوزا ايش بصير في عندنا؟ بصير في عندنا انفلاميشن، تمام؟ ممكن يصير في عندنا ابسس اللي هي تقرحات، ممكن يصير في عندنا ألسريشن اللي هي ايضا نفس الاشي تقرحات، تمام؟ الابسس اللي هو الخراج اتوقع هيك اسمه، يعني بتكون زي دمامل، اوكي؟ طيب الديجنوسيس، طبعا هاي بالنسبة لو انه تطورت الحالة، تمام؟ لو تطورت الحالة، طيب الديجنوسيس الهم استول اكزيمينيشن تيشيو، عندك بايوبسي ممكن اشخصها. طبعا انا هون كاتب لكم هذا المصطلح لانه كانت انا عندي عقدة منه، بس فلازم هيك تكون عندكم، يعني لازم تعرفوا ايش معنى أسايتس كمصطلح علمي، اوكي؟ تعرفوا انه هو تجمع للسوائل حول الابدومينال، تمام؟ حول الـ نروح للنوع الثاني اللي هو عندنا الاكينوستوما، تمام؟ او الاكنوستوما، يعني ايا كان، تمام؟ الان بدنا نحكي عن اللايف سايكل لها. طيب اللايف سايكل اول اشي بدنا نعرف انه دائما بطل القصة كان عندنا الهيومن، اوكي؟ الانسان. هلا اجى الانسان قضى حاجته بطريقة غير سليمة، تمام؟ بمي او عند مي او عتربة، فبالتالي شو اللي طيب فالإجز اللي كانت عندنا هون بنسميها الإجز اللي هي الان امبريونيتد إجز، فإذا اللي خرج من الستول اللي هو الان امبريونيتد إجز، تمام؟ بالتالي بتتحول إلى امبريونيتد إجز في الووتر، وبعدين بتتحول، يعني القصة مكررة لنفسها، فالتكرار حلو كتير إنه بخلينا نستفيد أكتر ونرسخ المعلومة أكتر. فبتتحول إلى ميراسيديا، الميراسيديا تخترق السنيل. شوفوا هلأ في الانتستينال فلوكس إجمالا كلهم نفس اللايف سايكل، ما في ولا إشي بيختلف عن بعض، تمام؟ هلأ تتحول داخل السنيل، داخل التشيو تبع السنيل، إلى سبوروسيست، إلى راديا، إلى سيركاريا، تمام؟ السيركاريا بتتحول إلى ميتا سيركاريا، تمام؟ أوكي؟ بس هون في فكرة جديدة انه بقولكم انه الميتا سيركاريا تتحول الى ميتا سيركاريا، بعدين في عندنا سكند انتر ميديات هوست اللي هو السنيل، يعني السيركاريا، تمام؟ تخترق سنيل اخرى وتتحول الى ميتا سيركاريا، فهمتوا كيف بهذا المبدا؟ فايتن باي، يعني انا هاي السنيل ممكن اني انا تتاكل من ضمن تتاكل ياكلها الانسان، اوكي؟ او ياكلها طير، اوكي؟ او ياكلها طير اللي هي بيرتس، اوكي؟ يعني نوع من انواع الطيور ما بهمنا كتير نعرفه، تمام؟ بعدين بترجع بتكمل اللايف سايكل تبعتها، اوكي؟ هلا انتوا حتحكوا لي طب انا مش هو اللي راح اكله، انا راح اكل السنيل الثانيه، تمام؟ يعني هاي السنيل راح تكون يعني سنيل لا ترى في العين مجرده مع الخضروات والفواكه وكذا وهيك اكلناها وانتقلت لنا. هلا الانتر الانفكتيف ستيج اللي هي الميتا سيركاريا، الدايجنوستيك ستيج اللي هو الايجز، الانترميديت هوست عندنا تو سنيلز، تمام؟ نوعين، هاي الاول وهذا الثاني، الديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن، اوكي؟ طيب نروح للنوع الثالث وهو اخر نوع اللي هو الهيتيروفيس هيتيروفيس. طبعا رح تحكوا لي ليش طيب ما حكيتي عن هلا، لانه الاكاينوستوما، طبعا هون مسحوا لي الاس، هاي هو ما في اس بس انا ضفتها مش عارف ليش. الأكاينوستوما والهيتيروفيس إجمالا التشخيص تبعهم والديجنوسيز والسيمتومز نفس إيش؟ نفس الفاشيولا ليبسيز باسكي، تمام؟ نفس الديجنوسيز والسيمتومز، فهمتوا علي؟ طيب هلا نتعرف على اللايف سايكل تبعت الهيتيروفيس. هيتيروفيس اللايف سايكل تبعتها اجمالا نفس الاشي، بس اجى عندنا شخص، تمام؟ هذا الشخص كان مصاب بالهيتيروفيس هيتيروفيس، تمام؟ ف
راح قضى حاجته بطريقة غير صحيحة كالعادة، واللي خرج من الفيسز اللي هي الامبريونيتد ايجز. تمام، امبريونيتد مش ان امبريونيتد ايجز، عشان نعرف انه الدايجنوست ستيج ان امبري. هلا هو بالعاده بيجيب لكم ايجز، يعني هو بكتب ايجز بس لو حبوا يتفلسفوا عليكم انتوا تكونوا في الصوره يعني. تمام، فهنا امبريونيتد ايجز. طيب الامبريونيتد ايجز بيحكوا لك انه السنيل هوست انجستد ايجز، يعني السنيل اكلت الايجز لانها ايش؟ امبريونيتد. لو كانت ان امبريونيتد لا، كانت تحولت لإمبريونيتد وبعدين يا أكلتها الإيجز أو تحولت إلى ميراسيديا، والميراسيديا هي اللي اخترقت الجلد زي ما أخذنا في اللايف سايكل السابقة. طيب الآن السنيل أكلت الإمبريونيتد إيجز فتحولت إلى داخلها إلى ميراسيديا. هلا لا ثواني، الامبريونيتد تمام اكلتها السنيل، هون كتب لكم انه الميراسيديا emerge from the eggs and penetrate the snail's intestine. ان المقصد هون انه الميراسيديا تخترق ال أنصص محمد إنه الإكس تتحول إلى ميراسيديا بهذا الشكل، والميراسيديا تخترق السنيلز، تخترق السنيلز تتحول داخل السنيلز إلى سبوروسيس تريديا سيركاريا. فهمتوا كيف؟ فالميراسيديا هي اللي بتخترق شو اسمه السنيلز. طيب السيركاريا شو اسمه أنصص محمد، السيركاريا بنتريت ذا سكين اوف ذا فيش، السيركاريا هاي تخترق السكين تبع الفيش وتتحول الى ميتا سيركاريا. فاذا هون انا عندي هون صار في فكره انه السيركاريا هون اخترقت السمكة وتحولت إلى ميتا سيركاريا. تمام، فبالتالي السمكة شاركت في اللايف سايكل فبسميها second intermediate host. تمام، طيب إذا الديجنوسيس ستيج اللي هي الإيجز، الإنفكتيف ستيج اللي هي الميتا سيركاريا، الديفينيتيف هوست هو الهيومن، والإنترميديت هوست عندنا تو إنترميديت هوست اللي هو السنيل والفيش. هاي الهيتيروفيس هيتيروفيس، أوكي ضروري تركزوا على هاي الأشياء. وبهيك بنكون خلصنا الانتستينال فلوكس، وكل التوفيق لكم، الله يفتح عليكم ييسر امركم يا رب.